هلا والله شباب، يعطيكم العافية، معكم خالد من جيمر سناك. رجعت لكم اليوم في تجربة جديدة للعبة هيلو انفنت، لكن نسخة البيتا الصغيرة، خلونا نقول للمالتي بلاير فقط. طبعا هذه نسخة البيتا في اكس بوكس انسايدر، فبجربها لكم اليوم. وللأسف قريت قبل شوي في تويتر انهم موقفين الماتش ميكينج، فاحتمال ان بس نلعب مع بوتات او نشوف الاسلحة بشكل عام. المهم ان ناخذ فكرة عن اجواء اللعبة، فاتمنى لكم مشاهدة ممتعة. لا تنسون اللايك والدعم في المقطع، واهم شيء انكم تشوفون على دقة الفور كي. والحين خلونا نبدأ ونشوف مالتي بلاير للعبة هيلو انفنت. اوكي شباب، مثل ما تشوفون هذه القائمة الرئيسية، عندنا بلاي وكوستمايز على الشخصية، بالاضافة لشوب اللي راح يكون فيه كوزماتكس واسلحة والاشياء، وفي باي كريدتس. طبعا لعبة هيلو راح تنزل مجانية، حتى لو ما تشتري هيلو تكون لعبة فري تو بلاي تلعبها بعدين، ويكون فيها طبعا مثل ما شايفين الاشياء وعملة داخل اللعبة وهالاشياء. المهم عندنا الحين كوستمايز، طبعا عندنا الشخصية والاسلحة والامور. انا توني ترى بادي، يعني لعبتها يمكن نص جيم حتى ما كملت، وقلت لا لازم اسجل مقطع. طبعا هذه الشخصية انا احب اللون الاخضر، ضبطت اللون. هني طبعا الخوذات الحلوة بعدين نفتحها مع التلفيل، وعندنا هني الوان وشنو بعد الارمور وكل الاشياء اللي تقدر تضبط فيها السبارتن الخاص فيك ويكون مميز بين اللاعبين. عندنا هني ويبن بنش، نسيت هذا، بس يعني تشوفهم اتوقع. لا والله تغير الوانهم بعد، يا سلام حلو تغيير لون الاسلحة هني تشوفون. الله عاد الحين يبي نسترجع الذكريات، شوف يعني كمية الأسلحة كلها موجودة هني. طبعا اللي ربع ماستر شيف الأعداء ما أدري إذا أسلحتهم موجودة. وهني عندنا الفيكلز نفس الشيء، مركبات. الله بعدين لما تفتح اللعبة الكبيرة بيكون فيها بلاوي صراحة في العالم أو الخرائط الكبيرة، ويعني المهم. طيب نرجع الحين لتجربة اللعبة. مثل ما ذكرت إن الماتش ميكينج أتوقع إنه مقفلينه حاليا، فما راح أقدر أدخل لأن شفتهم كاتبين في تويتر، وراح يرجع ما أدري اليوم ولا بكرة. فعشان ما نطول عليكم ناخذ اكاديمي، راح نشوف تريننج مود ونختار جيم. راح يكون الاي اي اللي يلعب معاهم، بس يعني فيهم تحدي صراحه، يعني تحس انهم شوي كانهم ناس او ذكاء اصطناعي ممتاز صراحه. فنجرب الحين ونشوف وناخذ انطباع على الاقل. مثل ما ذكرت المالتي بلاير راح يكون منفصل عن هيلو انفنت، تقدر تحمله لحاله بعدين اذا عندك اكس بوكس او بي سي وتلعب بدون ما تشتري حتى الجيم باس، اتوقع انها فري تو بلاي كومبليتلي. فهذه شخصيتنا، ننطلق الحين مع الجيم. تريننج مود اكتيفيتد، حاضرين. اوكي هذه الخريطة الأولى، خريطة تحس مو لايقة على هيلو، كأنها خريطة كاونتر ولا بوب جي، مو شكو بوب جي، خريطة كول اوف ديوتي. اوكي اوكي اوكي، الحين عندنا هذا السلاح، عندنا المسدس، وهذا عدو، هذاك عدو ثاني. والله يا الايم ما في اسيست كلش. طيب انا احط رشاش. وينك وينك وينك؟ اوكي راح. في جرابل هوك بس ما ادري لو عندي الحين ولا لا. اوكي لحظة لحظة. ايوه يا سلام. اوكي تقدر تستخدم على الاعداء نفسهم، مثل هذا الحبيب. لا 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 ما جبت عليه بالضبط. الله سلاحي المحبوب. هذا سلاحي اللي اعشقه في سلسله هيلو. شوف شوف شلون يلف على الاعداء ويلزق فيهم وينفجر. طبعا في كثير منكم ادري ما لعبوا هيلو من قبل، ما عندهم فكره، بس صدقوني لعبه جميله، واشوى انها مجانيه عشان الكل يكون عنده فرصه انه يجربها. وهاك بازوكا على الطاير. المعلق وينك؟ ما يتكلم. شوف 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 شوف. لا طحت. حلو انفجر. هذا السبايكس تلزق في العدو بعدين تنفجر، تسبب انفجار، فاحيانا تقدر تقتل فيها شخصين. اوه شت شاني واحد. لحظة شنو سلاير هذا ولا تيم سلاير؟ ما ادري. لا والله تيم هذا معي. طبعا نقدر نسوي سلايد تشوفون. حلو حلو. هذا القرب الهوك، نسحب الحبل. اوكي اعادة مرة، نسحب الحبل نشوف. روح فوق عنده. ما ادري كم مرة اقدر استخدم. لازم اجرب الميلي اتاك. طبعا هلو مع هالسلاح بالتحديد مشهورة بهالسالفة، انك شو تسوي؟ انك تروح تدور عدو وتدمجه بعدين تعطيه هذه على طول. فنشوف الحين وين الحبايب، وين راحوا؟ تو في اثنين. شوف هذا هذا ننزل عليه نعطيه دمج دمج دمج. شنو قط شنو قط قط درع ما ادري شنو. اوه لزق في القنبله. اوتش ما ادري شنو ذبحني من ورا. سلام والله مبدئيا مبدئيا حلوه سريعه. هذه اول خريطه اجربها، ما ادري هالبيتة فيها خريطة ثانية، بس خلونا نشوف الحين.
مفعول. حلو. لا والله مو حلو. احسن. اوكي. الحين الجرابل هوك هذا لازم نحاول ان نستفيد منه قدر الامكان. شلون؟ انا اقول لكم. مثلا ننتقل الى مبنى ثاني، او مثلا بنلف على المبنى نروح الجهه اللي هناك، فنقفز ونسوي بهالطريقه ونلف. اوكي شنو هذا؟ ايش قاعد اسوي انا؟ مثلا بتعلق بالشخص نفسه واعطيه ملي. ليش ما مات؟ اتوقع طلع لي زر اضغطه بس ما ضغطته. كاني شفت شيء على الشاشه. معلش يا شباب قاعد اتدرب واسجل لكم مقطع، المفروض اني اكون متدرب وبعدين اسجل، لكن بما انها بيته فما في مشكله. وهذا سلاحي المحبوب ريلود. خلص. لا اوكي. شوف لحظه تعلق روح فوق فوق فوق. ليش 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 لعبي رايح فيها؟ اوكي ما عليه ما عليه. اوكي لحظه. طيب محاولة ثانية، نضغط هناك الجرابل هوك ونلف على المبنى ونعطيه مرة ثانية. لا ما يمدي، لازم يشحن او في يعني ليمت في الاستخدام. لحظة. نايس. كملنا بالمسدس ونشوف هذا سلاح الالينز. سوي له ريلود بس. لا ما يحتاج. شوف عندنا، ودي اعرف الابيلتيز الثانية من وين لهم. المفروض اني اخلص. اوكي. والله حلو تشوفون انا الحين قاعد العب معه. لا طلع لي زر. قاعد العب مع اي اي وممتع صراحه، يعني تحس انك تلعب مع ناس اونلاين. يعني اذا البوتات بهالطريقه، اذا ما اذا عندك مشكله في الكونكشن تستمتع. مو شرط يعني تباري. انا بعرف هاي شو تسوي لما تعلق فيه، في زر يطلع لي. لا حتى مالك مجال تجرب. اوكي يلا انطلاقه ثانيه. اعتبروا هالجيم شو اسمه بس تدريب. نشوف اللي ورا ان شاء الله اقدر ادخل اونلاين. شنو هذا الازرق؟ ما في شيء. طبعا هيلو اغلب او كل الاسلحه ما فيها اصلا اسيست يعني في الايم، بس هذا اللي يميزها. يعني انت شوي راح تحس بشيء غريب لما تلعبها، مو نفس باقي الالعاب الحين المشهوره اونلاين. لها ستايلها الخاص في اللعب، وطبعا لها احترافيتها ولها متعتها الخاصه، بس تحتاج انك تفهم اسلوبها. هذا طبعا شيء جديد علينا الحبل. في واحد هنا. اوكي شفتك شفتك. وينك؟ شو استخدمت؟ لحظه لحظه. ايوه. لا 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 حلو. هيد شوت. شلون حذف علي زباله متفجره. اوكي مع الوقت مع الوقت نقدر نخصص كلاس معين و نركز في الاحترافية. شوفه يا سلام سلاحي المحبوب. جهز الريلود. لحظة انا بعرف اليسار يمين بالديباد. شو نسوي؟ استخدمت هيلث. وينه؟ ايه نايس. والله شعور تلعب اونلاين بس بوتات. ما علينا. اتمنى البيت فيها مرحله ثانيه او خريطه ثانيه غير هذه. هذا شنو؟ شوفوا الاسلحه. اشحن اشحن اشحن. سو كلاسيك. هذه حركه كلاسيكيه، خليك شاحن. اوكي واول ما تشوف عدو عطى خلاص، الحين دمج عنده كلش صفر. يا تعطيه ملي يا تكمل عليه. هذا معني ليش تغير الوضع. هذه نشحنها دائما تكون بين الاصدقاء، يعني انا اكون شاحنها فل وواحد مجهز عليه يعني الايم او سلاح مثلا حتى لونج رينج ولا الفرد، واول ما تحوش الطلقه الخضراء خلاص يكون صفر دامج او ما عنده ارمر ويكمل عليه ثاني. اوف بدلت الخاصيه. اوكي صار عندي الحين شيلد. شيلد وير از ايفريبادي. هاكم شيلد. قول له قول له قول له ايش سويت انا؟ حلو ركبت الشيلد بس ما ابي هذا، ابي اللي تحطه على الارض. الحين تشوفون علي خيال مثل خلية نحل على اطراف الشاشة، هذا معناته ان عندي حماية. اوكي. حساف السلاح الاخضر قبل شوي لازم اوريكم الحركة. عكست هذا. وين 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 وين؟ شوف لاني حشت الهيد صار لونه احمر. لحظة ما اشوف. صاير؟ هني في اضاءة قوية. هذا السلاح الاخضر. لا هذا الوردي.
نسيت اسمه، شو اسمه؟ بيك اب نيدل، نيدلر الابري، الابر يعني. وينكم؟ انفجر انفجر، مو شرط تكمل عليه لين يموت، بس تعطيه كم طلقه وراح ينفجر من الحراره. طبعا الالينز اسلحتهم غريبه. ايوه هذا تشوفون الحين بحاول اسوي الحركه الكلاسيكيه، اشحن دي واحده بعدين اوهم. يا حبيبي لا، ولا واحد مات، خلاص السلاح ما راح اجربه مره ثانيه. اوكي المسدس الحين لحظه، اوكي رجع، رجعت خاصية. الله ام دي ار، ما دي ار ام اسمك هذا. جوك اللي تحب اللونج رينج، دامج عالي بس انه شنو بطيء يعني. ثلاث طلقات ثلاث طلقات ثلاث 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 راح. يلا بعد في احد؟ هذا منو؟ لا صديقنا هذا، في واحد هنا. شلون؟ طقني بالخضرة، هذا السلاح الاخضر كان شاحنه. شوف راح الارمر عندي، صار يعطيني اشاره انك ما عندك شيلد، ما عندك شو اسمه الارمر. راح لا تسوي اي من قريب، لا تسوي اي من قريب. طاحت من هذه مالت الالينز. تعال وينها؟ خذيتها؟ اوكي تحت عشان استخدمها. والله ناسي اخر مره لعبت شنو، هيلو ريتش. اللي بعد وينك 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 وينك؟ عجبتني سالفة الأحمر هذا، يقول لك وين حشت آخر طلقة؟ لحظة تعال، لا لا خلنا نصعد فوق. بينحاش مني، خذ. أيوه راح. كيلينج سبري، الله. لحظة ريلود. يلا خلنا نكمل خلنا نكمل خلنا نكمل كيلينج. إيش سويت؟ أوكي. يلا هذا هو الجيم، في تحسن. في تحسن في المستوى. لا. اقرب الهوك حتى يبي له شوي تدريب يعني، ما تبني على الموقع. خذوا لا، حطوا القنابل اصلا. هذا حمايه، هذا راح وهذا راح. طبعا في فينيشنج في اللعبه بس تحاول تاخذه من ورا. وين وينهم؟ ايوه لا خلص. اوكي اندمجت. اي نسيت اقول لكم، لحظه لحظه هلا فيك. لحظه يا جماعه، لاحظتوا ولا لا؟ البوتات روعه، الاي اي يعني حلو، في تنافس. طالع ذبحني. اوكي تعال تعال يا حبيبي. وين ايوه شوفه، ما ادري يطلع كهرباء. الايم الايم تعيس. لحظة مو ايم اللعبة، الايم اللعبة حلو بس انا شوي مو متعود عليه. طبعا كول اوف ديوتي بس تسوي ايم يوديك على يعني الراس بسهولة يعني اوتوماتيك، بس هني لا. لحظة ايوه هذا الاول، شوف الثاني. لا ما يمدي اغير سلاح على طول، هو الحين متدمج خالص. اوكي كمل عليه حلو. الحين نقفز ونعطيه هذا هني ونلف. ما يمدي الثاني. لاحظت شغله لما دمج يطلع من الليم. لحظه لحظه لا 343 هام ساميتش، هذول اساميهم، اسامي الاي اي نفسه اتوقع انه ماخذ جوستات من المطورين، فمسوي لك ذكاء اصطناعي بيست اون ذا بلايرز. هذا شيء جدا جدا جميل، نفس ما سووا في قبل في فورزا. كنت انت تلعب وبعدين الذكاء الاصطناعي ياخذ نسخه من ستايلك لعبك طريقتك وينسخ منك جوست. لما يدخلون اصحابك اونلاين خلاص راح يلقونك، بس ما يلقونك يعني، يلقون الشبح مالك اللي هو نفس لعبك اصلا اللي اساسا تصمم من الجيم بلاي الخاص فيك. فهذا نفس الشيء اتوقع، لان تشوفون التنافس اللي الحين كانك تلعب مع ناس فعلا اونلاين، لانهم جوستات مقتبسين من الديفلوبرز نفسهم. هذا شيء ممتاز صراحه، احسن من ما يكون، احسن من ما يكون ذكاء اصطناعي مبرمج. ما ادري اذا فهمتوا قصدي ولا لا، بس اكيد فهمتوا. الفرد يبي له شغل شوي. حلو. بيوتيفول شوت. ما
بس بغير الأسلحة بعد. شنو هذا؟ لحظة، في شيء هنا داخل؟ لا ما يصير. شنو؟ المعلق كان. شوفون هذه الحركة اليمين يسار اليمين يسار، هذه حركة لاعبين مو حركة ذكاء اصطناعي. أهم شيء ما يسوون تي باك. اللي بعده. اوكي، في شيء غبي انا ما ركزت فيه، ان الجيم شكله ما ينتهي، ما في نتيجه يعني، فنوقف لهذه اللحظه ونجرب الحين جيم ثاني بس نخلص هالمجموعه. هذا واحد، اثنين هم فجروا، ثالث. اوكي، كيلينج سبري. خلاص الحين نطلع. بسيط، هي خريطة مني. نفس المرحلة، فأتوقع أن نختم هذا المقطع. فيعني مبدئيا ما تقدرون تعطون رأيكم في اللعبة، لأن هذا شيء مو كامل وبوتات وخريطة بسيطة. إن شاء الله في المستقبل نجربها، أو إذا فتح معي الماتش ميكينج ممكن أسوي مقطع ثاني في خرائط ثانية. فحبيت بس أجرب معاكم هيلو إنفينيت مالتي بلاير، وإن شاء الله لما تصدر اللعبة بيكون فيها تجارب أكثر في طور القصة والأطوار الثانية. فيعطيكم ألف عافية على المتابعة. اشوفكم ان شاء الله على خير. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة. اوكي حلو.